أنت كيف إجيت لهون؟ انت ليش ما قلت لي شو المهمة؟ ها؟ ليش شو بتفرق؟ إذا أنت ولا أنا واحد بلا شرف فطس ومات. شبك مبين عليك كأنك خسرت أخوك. وين الشرطي؟ شو سويت فيه؟ بالسيارة عم يستنى دوره وهلأ صار دوره. اترك لي اياه. شوف هذا مو قتل شرطي مزيف بسلاح فاضي، هذا شرطي حقيقي. وهي رصاص حقيقي كمان. اطلع، تعال، عود هون. ابن دفعتي؟ عن جد رح تساوي هيك؟ صراحة أنا تعرف لأنك كنت منيح مع أمي رح أتركك. Sen de bu dünyada tek başınasın.
روح هروب بسرعة تحرك وصني لازم نلحق يلا انت خليك هون واكيد رح نتحاسب بعدين رد علي يا ابني بقى رد علي لسه رح طوّس كتير
هرب الحقير ما هيك؟ نبر إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، الرجاء المعاودة لاحقا. سامحني سومر، ما قدرت انجح. جاهز ومو خايف مو هيك؟ لا لا، كان يا مكان من زمان بسالف العصر والأوان، كان الليل أطول من هلأ وكانت شجر أكتر، وأنا كنت ولد صغير وكانت أمي تهزلي سريري شمال ويمين. كان في حوالينا غابة سودة ما كانت كتير بعيدة عن الضيعة، وكان يعيش فيها وحش بعين وحدة اسمه عملق. كان وحش شرير يسرق الأولاد الصغار لأنه كان يحب يأكلهم، كانوا الأولاد وجبته المفضلة. كانت الأمهات تبكي والآباء ما كان فيهم يعملوا شي لينقذوا أولادهم، لأنه السهام ما كانت تتأثر بعملق ولا حتى السيوف ما كان يأثر في شي. وبيوم من الأيام في ولد اتضايق كتير من هالوحش لأنه خطف له أخوه الصغير وقرر أنه ينقذه. ما أكله؟ للأخ الصغير؟ ايه؟ لحقوا قبل ما ياكلوا. برافو. ولما الوحش شافه صار يضحك بصوت عالي كتير وقال له رح اكلك انت واخوك هلا، هاي الغابة غابتي وما رح تقدروا تهربوا مني. لا تخلي ياكلوا اخي، خلي اخوي ينقذوا. وهو هيك عمل، سخن حديدة بالنار واتحد مع اخوه الصغير وركضوا سوا وقربوا على الوحش وفورا حطوا الحديدة بعينه، وهيك قدروا يقتلوا الوحش مع بعضهم. يلا يا ابن دفعتي يلا، لازم نروح.
يلا رد، يلا يلا كرم رد علي بقى، كرم رد على موبايلك. يا ريت بس شي مرة انكم تتصلوا بالوقت المناسب، معقول كلياتكم تكونوا مثل بعض هيك؟ يا الله. رد علي انت التاني مجد، لك رد علي يا مجد، مجد رد يا مجد. آسف يا حضرة المدير. مجد مجد مجد. معقول يدمر كل شيء؟ معقول انك تقيل لهالدرجة؟ هاي هلا بالدم صرنا اخوي. سومر. ها؟ شو يا ابن دفعتي؟ سومر. رصاصة مأثر عليك. بلشت تفكر اني اخوك الميت. الصورة. ما عم افهم شو عم تقول يا كرم. هو انا لازم روح. ضروري انه روح جيب السيارة. بس انت لا تموت. استناني لارجع. ايه؟ اوف ما اتقلك. بابا طمني. خلصت على عمر. والتاني شو؟ قدر انه يهرب. نفذ بجلده. شو؟ شو قلت؟ جلال شو في؟ كيف هرب منك؟ ما بتعرف انه رح يعملنا مشكلة؟ مو مني هرب، كرم اللي خلاه يهرب من بين ايديه. انا كنت رح اقتله، كرم اجا وشافني وهو اللي طلب يقتل الشرطي. بعدين هداك قوص كرم وهرب وما قدرت لاقيه. اللي وينه هلا؟ اذا هو من جنبك اعطيني اياه بسرعه. داود شو صار عندك؟ ولا شي بابا، انا جاي لعندك. حياتي شو صار؟ شو اللي زعجك؟ مشاكل بالشغل حبيبتي، لا تهتمي انت، روحي وارتاحي. يلا. على فكرة رجالك كانوا رح يقتلوني. مجد انت شو عم تحكي؟
غيرنا بالخطة واضطريت إني أخذه لعمر. ركبت بالسيارة وكان عمر بالمقعد اللي جنبي. فجأة حدا ضربني على رأسي من ورا، ولما فتحت عيوني لقيت عمر مقتول. معناته الحكي يعني إنه أنا عطيت أمر للشباب يقتلوك؟ تماما. يا الله كيف صار هيك؟ وأنت كيف قدرت تنفذ؟ أوصت لكرم. أنت اللي أوصت كرم؟ يعني مات؟ ما بقدر أكد لك، أنا فورا هربت. ما دام أنت منيح يا ابني ما بيهمني حتى لو احترقت كل الدنيا. عم تفهم علي؟ طبعا مفهوم بابا، منحكي بعدين. ايه ماشي. انت ما بتعرف مين هاد يا ابني، بس انت أوصت اخوك يا مجد. طلع فيني كرم. عم تسمعني شو عم قول كرم؟ انا المفروض وصلك، بتقدر تتحمل؟ بتحمل بس بلا المشفى بلا. لك بعرف هذا الحكي بعرفه. اسمعني، انت رفيقك حسن الخد الاحمر رح اخذك لعنده هلا. ايه مو منيح هيك؟ رح وصلك لعنده هلا، بس اذا كنت عايش لما نوصل رح حطك بمقعد السائق من شان يبين انه رحت لحالك مو حدا وصلك. اتفقنا على هالشي؟ كرم اسمعني، انا ما لي علاقه باللي صار. ماشي؟ بابا اتأخر الوقت، قوم نام شوي وريح لي حالك. يا ترى لازم نقوم ننام ونعيش بعالم الأحلام يا ابني ميلاد؟ هاي إذا قدرنا ننام يا ابني. خير يا بابا، في شي مشكلة صايرة؟ ايه في شكل ضاعت الطاسة يا ميلاد. امرني بابا بروح فورا حل المشكلة شو ما كانت. ما في داعي يا ابني. انت منيح؟ فهمت علي شو لازم تعمل؟ ما أمي ما لازم تعرف ولا أي حدا لازم يعرف يا ابن دفعتي.
انت بتعرف انه اللي عم ساويه مخاطرة. عم تخاطر عن جد؟ خلاص فهمنا انك انقذتني، ما في داعي تضربني منية كل شوي. فهمت علي مو؟ وحدة تانية أخي، أنت مالك بالعادة تشرب لهالدرجة هاي؟ حاسس إنه إلك كم يوم متغير، صاير معك شي؟ لك أنت شو بدك بهالقصة يا سامي؟ صب يا ابني صب. وينه؟ كرم ابني وينه؟ قلي معلش تروقي شوي يا مرت أخي وتفهميني شو صاير لحتى جاوبك. ابني كرم هلأ وينه؟ جاوبني. ما أنا هون كرم. كرم تمسك فيني. تمام هيك تمام. انت جاهز؟ يلا نمشي. شوي شوي. كرم. رؤي. ممكن تحكي لي شو صاير؟ اتصلت فيه كتير ما عم بيرد على موبايله، بيكون صاير معه شي لهيك مبين. وطي صوتك. اسمعني منيح، اللي صار بيضل بيني وبينك. بكرة أنا برجع شرطي وانت مع جلال بيا على الكباب، يعني لو شفتك ما رح أرحمك، وطبعا ما رح اقول انه انت اللي انقذتني. ماشي؟ طيب اسمعني شو رح اقول. اذا تكررت هي الحادثه معنا وقت انا ما رح اوقف كتفي، رح اوصك انت. يا مرت أخي لو سمحتي اهدي شوي، ليش ما عم تصدقيني؟ إذا هون ليش لخبي؟ ألو أخي، الوضع سيء، تصابت. أنا على زاوية المرعب. ولك أنت شو عم تحكي؟ تعب بسرعة. كنت جيت بس أمك هون. شو عم تساوي عندك؟ ما بعرف، دقت لك وما رديت، خافت عليك لهيك إجيت لهون. لو سمحت لا تحسس بشي إلا أني مسافر برات البلد. بعت لي حدا لعندي بسرعة. طيب ماشي. سامي أنت منيح؟ كرم متصاوب
هو بالزاوية، روحوا لعنده، خدوا سيارتي وروحوا لعنده فورا. ماشي. مرت أخي، ممكن يكون طلع برا البلد أو عنده شي شغلة، أنت لا تخافي عليه، هو شاب واعي. أنت منيح؟ بس خدوا السيارة بسرعة مشان ما تشوفها أمي. إيه طيب. ارفعوا، انتبه على جرحه. يلا طلع. يلا يا مرت أخي، استني شوي خليني وصلك على البيت. ما بدي، شكرا لك. ولك شو صاير معك يا ابني؟ صار معنا مشكلة كبيرة مع الشرطة. طيب بابا بيعرف بيلي صار؟ لا. استنى شوي. ألو بابا. احكي بابا. كرم اجى لعندي هلا. ماشي، خليه يجي لعندي. ما بيقدر لأنه متصاوب وجرحه خطير، نازف كتير. انت شو بتأمرني أعمل؟ بابا عم تسمعني؟ رح احكي مع الدكتور فورا. انت خده على العيادة بسرعة ولا تتأخر. اوف، بتصدق اني ما بعرف شو رح اعمل بكرم يا ميلاد؟ انت بحياتك ما صعب عليك شي يا بابا؟ احيانا ما بتقدر تعرف. روح على العيادة، شوف الوضع هنيك وأمن لهم شو لازمون. طيب انت بتأمر. بسرعة بسرعة فوتوه بسرعة. يلا 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 لازم نبلش فورا. يلا عجلوا عجلوا خلونا نبلش. يلا يلا بسرعة. انتو لبرا. اسمع يا دكتور، بصراحة ما بعرف إذا بتقدر تعالجه ولا لا، بس رح أقلك على كلمة واحدة مهمة، لازم يعيش. لمقص. شبكن عم تطلع ببعض هيك وتتصفنوا مثل الأغبياء؟ فهموني ليش هيك صار معكن؟ سلمتكن الزلمة عايش، هيك بيشتغلوا ضباط الشرطة؟ ها؟ شو لقيتوا؟ هالقضية إلي، بدي يكون أول حدا بيعرف بكل الأمور اللي بتصير معكن، فهمتوا؟ ما بدي تفوتني ولا معلومة. مجد وينه هلأ؟ وينه رفيقكم؟ احكوا، انتوا بتعرفوا انه لولا مجد كانوا هدول الكلاب رح ياخدوا عمر معهم؟ سحبوا وهربوا منهم. انتوا شو عملتوا؟ تركتوا للزلمة لحاله. وينه رفيقكم يا ابني؟ وينه؟ احكوا. انا هون سيدي، هون سيدي. بطلي انت منيح؟ منيح يا سيدي، لا تاكل همي. لو تشوف كيف نفدت من اللي صار. شو صار؟ خبرني، احكي لي يلا. القصة بصراحة
اجا واحد وضربني على راسي من ورا بدون ما انتبه عليه. ايه؟ لما صحيت شفت حالي هون وشفت عمر مقتول على الأرض، وبعدها لقيت واحد جاي باتجاهي قبل ما يقتلني. قوصت عليه وهربت. عرفته مين هو؟ شفته شي؟ كل الدم على هذا المقعد راح؟ لا أخي، ما كان في دم على هذا المقعد أبدا، كان في بس على المقعد اللي وراه. رحت لعند جلال بياع الكباب وما كان موجود. بديك توصل له كلامي اللي رح قلك يا هلأ بالحرف. بتقول له إذا بيصير أي شيء لكرم ابني رح حد الدنيا فوق راسه. بس اللي صار بضل خطأ. خطأي كبير، بعرف هالشي، لهيك أنا أبلان بعقابك إلي. رح تضلوا عايشين إذا أنا ضليت ساكت يا أولادي، ضليت ساكت. زومر كرم، كنت رح أجن من خوفي عليك. كانت اجتني جلطة، فهمني ليش ما دقيت لي وخبرتني وينك. مجد، أنا بعرف هالنظرة منيح، في شيء أنت بخبيه علي. باي، بعبر عن غضبي.